من فضلك لو سمحت لو سمحت. ايوه. حياتك ما تعرفش دكتور زين السعدي الاقيه ازاي؟ حضرتك مش هتلاقيه، ده بقاله شهر ما بيجيش. بعد اذنك. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ندور على بياناته في الاتش ار مثلا؟ لا لا لا، ما بحبش الشوشره في الحاجات دي، بتهيالي انه الاوفيس بوي ممكن يساعدنا احسن. طيب معلش انا اسفه، ثانيه واحده بس استاذن حضرتك، يعني لو تدلنا حتى نعرف نوصل له ازاي. بس الاول حضراتكم مين يعني؟ احنا حياتك زمايله من الجامعه الامريكيه وكنا بنعمل معاه مشروع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طب اتفضلوا عند الدكتور سعيد رئيس القسم. لا لا لا، انت اسم حضرتك ايه؟ سلمان. سلمان. بص يا عم سلمان، احنا عايزين نعرف يعني انت تعرفه من زمان؟ اعرفه من زمان، ده من زمان قوي، من ايام ما كان في سنه اولى. كنت ادخل المكتبه الاقيه، ادخل المعمل الاقيه، ما شاء الله طول عمره ما شاء الله من هو صغير. ربنا يرجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله. بس بيني وبينكم عليه شهر حساب قديم. ممكن اديهولك وفوقيه كمان الحلاوه، بس من فضلك يعني لو تدلنا على عنوانه. ده هو هيفوت بايه العنوان؟ ما زمايله راحوا البيت وما لقاهوش. طيب شكرا، متشكرين قوي. طب يعني لو الموضوع مهم انا ممكن ادلكم على ابلة بشرى اخته. يا ريت طبعا يا ريت. هي جنبينا هنا في مدرسه ابن لقمان، شارع الجمهوريه، بس بسرعه تروح قبل الجرس ما يضرب وتروح. متشكرين جدا جدا. العفو يا هم. كل سنه وانت طيبه. معلش انا اسفه والله نسيت. ربنا يبارك لك. متشكره جدا. العفو يا فندم. فين مدرسه ابن لقمان؟ هنسال. مساء الفل يا عم فوزي. فوزي مين؟ قال انت مسطول ولا ايه اللي فوزي دي؟ لا يا عم درويش، ده انا بقول عم فوزي كده تمويه عشان محدش يحس بينا. يا سلام، محدش يحسنا ولا حاجه. ايه؟ صرفت البضاعه؟ كله تمام. ادي الفلوس. ادي اللابتوب اللي قلت لك امره لك، وفلاشات النت موجوده في الشنطه هنا. طيب خد امسك. عشان تنحسها اكتر ما هي منحوسه. امسك حسها فر. اقول له عم درويش، انت ليه بقيت اللابتوب والفلاشات دي؟ ده يا سيدي عشان ادور في النت على واحد حبيبي، عايز اجيب قراره. هلا يا عم درويش. امسك خد دول. ايه دول عم درويش؟ دول شفقه ولا شفقه ولا نيله؟ خد من مكافاه نهايه الخدمه. حبيبي عم درويش، والله ما عارف انا عامل ايه من بعدك، انا خايف انتحر. عم درويش ما تاخدني معاك. عم درويش اخدك معايا فين؟ انا اشاركك رحله كفاح. انت مش بتقول ان انت بتدور على الناس وهتعمل مغامرات؟ وارد تحتاج لي، تعالى الشهاب، روح يا شهاب. والله العظيم انا واثق انك هتحتاج لي. طب روح اجهز، انا هنزل مصر اسبقك وانت تحصلني بالليل. هبقى اسيب لك عنوان المكان ده، ماشي؟ حبيبي عم درويش مش عارف اقول لك يا خد. طيب ولا تقول لي حاجه؟ مش روح. ماشي عم درويش. تروح خلاص. ماشي ماشي. هاي الأولى بشرى. ايه الجماعه؟ بسرعه عليك يابا. انا نصر من حضرتك. احنا جايين من المركز القومي للبحوث من القاهره، وكنا عايزين نسالك عن اخو حضرتك دكتور زين. يا اتفضلوا اقعدوا. معلش البوفيه قافل، مش هعرف اضيفكم. لا لا مفيش داعي، احنا بس جايين ندردش معاكي شويه كده وهنمشي على طول. هو دكتور زين كان مقدم على منحه واتوافق عليها، واحنا كنا عايزين نوصل له ومش عارفين نوصل له، فلو يعني حياتك شاكره تعرفي توصلينا بيه. والله انا نفسي مش عارفه اوصله. يا ريت انتوا لو شفتوه تقولوا له اختك زعلانه منك. هو مش عندكم في مصر؟ ايه ده، هو في القاهره؟ اخر مره كلمني من شهر قال لي كده، ومن بعدها لا اتصل ولا حد شافه، ده حتى التليفون على طول مقفول. طب هو ما قالش لحياتك بالظبط هو رايح القاهره يعمل ايه؟ اصل احنا بصراحه يعني صعبان علينا تروح عليه المنحه. هو قال لي انه رايح يقابل وزاره الصحه، بس ما قاليش ليه. اصل طول عمره لاسع وما بيتكلمش كتير، بس اظن انه سافر علشان المشروع ده اللي لحس له دماغه. مشروع ايه؟ انا عارفه، اهو كان على طول بيتكلم ويقول انه بيشتغل في حاجه لو تمت قال ايه هتغير مصر كلها. عيني العفريت. ده ايه ده؟ وبيتحشري؟ حاجه زي كده يعني.
طيب احنا متشكرين جدا. يعني انا هسيب لحضرتك رقم تليفوني، لو دكتور زهر من فضلك خليه يكلمني ضروري. متشكره جدا، ميرسي. نايس، اتفضل. طاهر حماد يوسف الاعصر. يعني ما كانش ممكن يبقى كده، يعني يبقى مراد على حسني، كمال على مرعي، يعني اسم دلع كده. ما هي الكليشيهات دي هي اللي بوظت الشغلانه. انت هتعمل لي فيها عالم ذره ولا ايه يا خليفه؟ جرى ايه؟ ما كانش اسمي يعني لا راح ولا جه. شغل الهواء ده انا ما اعرفوش. انا بحميك من تشابه الاسماء. افرض ان الاسم دوت مطلوب في قضيه ولا ممنوع من السفر، وانت مش ناقص. الاسم لازم يكون من روح الشخصيه. احبك انت، احبك انت يا متسلطن. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه ده؟ ايه ده يا خبر ابيض؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. نائب رئيس محكمه استئناف اسيوط يا خليفه، انت عايز توديني في داهيه ليه؟ عشان عاوز اديك حصانه قضائيه. انت عمرك شفت مستشار بيقف في كمين؟ احبك، احبك يا متدلع، يا متدلع. ايه الجمال ده يا خبر ابيض؟ نائب رئيس محكمه. خد ده كمان. ايه ده؟ ده هدية مني ليك، انت زبوني وعاوز ادلعك. عضوية نادي القضاء. روح بقى وعيش مع نفسك وما تقوليش. يا ابن القردة، شغل لنسانيس على ابوك. نائب رئيس محكمة وعضو نادي القضاء. ايه ده الجمال؟ ايه ده؟ ده انت حاجة زبالة. ايه ده؟ انا مش هبقى اقعد استنى اكتر من كده. ايه الاخبار يا دكتور؟ طمني على ماي بيبي. الحمد لله مولود نازل سليم وصحته كويس. وسميته ايه المره دي؟ عشماوي. اي استظراف هطلعك بره القاعه. قشط عليك يا سياده المستشار. ليه؟ يخرب بيت ابو اللي جابك، انت عملت مستشار؟ وماله؟ مش الدستور بيقول ان احنا كلنا ولاد تسعه؟ انا هزل بقى، اتاخرت ولازم امشي دلوقتي. هتروح فين؟ انت هتفضل هنا؟ لا، ما انا لازم ابعد عنكم شويه عشان اخفف عنكم المصايب اللي ممكن تحصل لكم بسببي. هو فين البتاعة دي؟ ليه؟ البتاعة اللي كنت لزقتها لي على شعري كده. المكدة؟ المكدة. يا ريت بقى تجيبيها كده وتلزقها لي عشان نخش بقى على الهيئة الاستشارية. عيني هوا. يلا.